السلام عليكم. أنا أشكر شركة بروج العقارية المقر الرئيسي في طرابتون، وصراحة الشركة اللي تعاملت معها استثمرت عندهم، اشتريت شقة وشقتين وثلاثة وأربعة، وما زلت في الشراء، وما شاء الله الناس ملتزمين في اللي السنة اشتريها، وطبعا هم اللي استثمروها أو يشغلوها عندهم، وهم اللي يضمنوا لك يعني العائدات طول السنة. وصراحة تعاملهم مرة ممتاز معايا، وأنا مبسوط صراحة بهذه الشركة الأولى في طرابزون طبعا، فمع أنهم هم شباب ما شاء الله أصلا، يعني إيش أقول لكم، يعني شباب ما شاء الله من السعودية أصلا، وكلمتهم واحدة وأمورهم ما شاء الله، يقول لك الأوراق في نفس اليوم، يعني إذا ما في أي اختلاف في الأوراق وما في أي شيء أو تأخير من نفس الدائرة يخلصوا لك أوراقك في نفس اليوم. يعني ما شاء الله شغلهم تمام والحمد لله، ومرتاح معاهم، وأنا أدعي أي واحد إنه يجي يستثمر عندهم صراحة، يعني شباب لا يعلى عليهم، يعني بالذات في مدينة طرابزون، يعني أي خدمة تبغاها، أي خدمة، يعني ما شاء الله تبارك الله يا أخي. طبعا أنا ما أتكلم تركي، لكن أنا جيت البلد دي خلاص حسوني إنه أنا تركي، يعني كنت ما أقعد أتكلم وأبغى أي شيء، هم إلا ما شاء الله يتصرفوا، وهذا الأوراق تخلص في دقيقتين ثلاثة، يعني والله السكن اللي أخذته دحين أخذته يعني ما لي 10 دقائق، أنا جاي من الدائرة الحكومية والله ما 10 دقائق ما أخذ، يعني سبحان الله شوف السرعة، والشباب ما بيقصروا، والكهرباء والموية، يعني ما شاء الله إجراءات سريعة. نصيحة للي بيجي طرابزون يتعاون مع شركة بروج، أخونا عبد الهادي ومحمد وعبد القيوم، يعني صراحة الشباب ما يقصروا. الله يجزاه خير، والله يديكم الصحة والعافية، الله يعافيك، موفق طال عمرك.